يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم. النهاردة حلقة جديدة من يحكى أنا، ولسه مستمرين معاكم في تغطية خاصة جدا لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. زي ما قلت لحضراتكم، احنا يعني هنحاول على قد ما نقدر نغطي لكم كل الفعاليات بكل التفاصيل اللي هتكون موجودة، بكل الكتاب اللي هنقدر نقابلهم، بحفلات التوقيع. اللي انا عايز اقوله لكم ان احنا حقيقي في عيد، مصر كلها في عيد ثقافي كبير جدا، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب. خليكم معانا، هتستمتعوا معانا بحلقة خاصة، حلقة مختلفة. زي ما انتوا شايفين كده، الناس كلها موجودة، الناس كلها فرحانة، الناس كلها جاية تختار الكتب اللي بيحبوها واللي بيحبوا يقروا فيها. خليكم معانا في يحكى أن حلقة مختلفة، استنونا على طول.